أستاذنا العزيز الدكتور حسام موافي بنتكلم عن الأنيميا، والدكتور حسام موافي هيقول لنا عن السبب أسباب الأنيميا. بس الأنيميا، هل الأنيميا درجات ولا هي أنيميا وخلاص؟ لا خلاص، درجات. هو أهم حاجة بالنسبة للطبيب إنه يعرف سبب الأنيميا، لو عرف السبب هيعالج صح. تمام. إنما قال دي أنيميا يلا ندي كبسولات حديد وقع في المصيدة يعني. فأسباب الأنيميا هنمثلها تمثيلة كويسة جدا جدا، إن حضرتك هتعمل بسلة، يلا انزل اشتري الحاجة. كويس. هتشتري إيه؟ بسلة طبعا. والسبانخ. لا. وطماطم. وجزر. وجزر طبعا، بسلة لازم يبقى معاها جزر. وملح. وملح. وفلفل. وفلفل. ولحمة. دي فيها كلام. خلاص. وبصل وتوم. طبعا. أنا جبت 8 حاجات. طب حضرتك ما لقيتش حاجه من دول، تطلع البسله مسخه يعني، من غير طماطم ملهاش لازمه، من غير جزر ما تنفعش او مسخه. عشان اعمل دم عايز 8 حاجات زي البسله بالظبط. تمام. عايز حديد وبيه 12 وفوليت وبروتين وفيتامين سي، عايز حاجات. طب حاجه نقصت يعني، بس الخلل نقص، طبخه ناقصه، طبخه ناقصه. طيب حضرتك جبت الحاجه دي كلها ورحت البيت، هتعمل بسلة في ايه؟ في الحل. ما لقيتش حل. مفيش برضه. خلاص. يبقى انا كل الحاجة موجودة، بس راح نخاع العظم ملقاهوش. ملقاهوش. بقت انيميا تانية. عملنا البسلة والحلة موجودة وكل الثمن حاجات موجودين، وانا اتخانقت معاك. لا اتخانقت معاك ورحت ماسك البسلة رميها من الشباك. ادي طريقة. كويس. او رحت رميها على الارض ودايس عليها برجلي مفعصه عشان اغيظك. كويس. ادي الاربعه انيميا. واحد انيميا النقص، حاجه من اللي مسؤول على عمل الثمن حاجات مش موجود. مش موجود. تمام. زي الحديد اللي الناس بتتكلم عنه. او انيميا فشل نخاع العظم، مش موجود. الحاجه موجوده وانا مش عارف اشتغل، الحله مش موجوده. او النزف، رميتها من الشباك نزفت. او كسرت، تكسير الخلايا الحمراء. ادي الاربعة انيميا، انيميا النقص، انيميا نقص نخاع العظم، انيميا النزف، وانيميا التكسير اللي عند الاطفال اللي بنتكلم عليه. النزف طبعا نوعين، اما حاد واما مزمن. مش معقول واحد حادثه عربيه نزف لتر دم، زي واحد عنده بواسير ينزل كل يوم 5 سنتي دم. ادي تقسيمه الانيميا. الدكتور اللي يجيله عين انيميا لازم يحط في مخه الاربعه دول ويبحث عنهم. احنا بندور دلوقتي على سبب الانيميا بالظبط. هل هي انيميا نقص؟ طب ما جايز بيه 12 مش حديد. طب ما جايز حديد، ما جايز فيتامين سي، جايز الغده الدرقيه. عشان اعمل خليه حمراء عايز هذا الهرمون، وعايز بروتين، وعايز ماده طالعه من الكلى. كل الحاجات دي اي حاجه فيها نقص زي بسله مسخه فطلع الهيموجلوبين نقص. هذا هو كل دي مسببات تقسيمه ليه؟ مسببات كتير يعني. مثلا لو خدت نخاع العظم فشله له اسباب عديده كتيره جدا. هنبه الناس ان معظم المضادات الحيويه وادويه الروماتيزم ممكن جدا تعمل لك هبوط في نخاع العظم وانت مش داري. هبوط في نخاع العظم مش شغلش، انت قاعد تاخد في المضادات مع كل واحد حاجة. يعرف ازاي نخاع العظم ده شغال؟ صوره الدم. صوره الدم، صوره البدائيه، المبدئيه دي. البدائيه جدا. بتدي لك 10 جنيه دي. بتدي. بتدي طبعا. طبعا تدي. فكل حاجه من اللي قلتها لها اسباب. يعني النقص نتكلم كتاب، نخاع العظم اللي فشل كتاب، التكسير كتاب. طيب نتكلم على العامة يعني. العامة هو الأشياء العامة يعني. أشهر حاجة. أيوة الحاجات الأشهر. الحديد هو. هنرجع للحديد فعلا. أشهر أنواع الأنيميا نقص حديد. نقص الحديد. مش في مصر، في العالم. في العالم كله. ليه بقى يا دكتور؟ هقول لحضرتك ليه بقى. هو هسأل أنا سؤال سهل كده الأول. احتياجاتك اليومية من الحديد نص كيلو، كيلو ربع؟ لا، عالية ولا واطية الأول نسأل. أنا احتياجاتي اليومية من الحديد عالية ولا واطية؟ الإجابة واطية جدا جدا. تقولي ليه؟ أقول لك الخلية من الخلايا، مش هقول الوحيدة،
من الخلايا القليله اللي لها عمر، اللي لها عمر هي الخليه الحمراء، كرات الدم الحمراء لها عمر، خلايا المخ ما لهاش عمر، من يوم ما اتولدت ليوم ما مت، خلايا العين، خلايا القلب، انما الخلايا الحمراء لها عمر كام؟ 120 يوم. مظبوط. بعد 120 يوم تنسب خلاص ويجي غيرها. انا عايز الناس بس تقول سبحان الله، بتنسب بعد 120 يوم. مين اللي قال لجهاز النسب ان ده بس انها 120 يوم؟ مين اللي قال له؟ مين اللي قال للطحال دي 120 يوم كلها وتمشي وتسيب الثانيه؟ ده سبحان الله. سبحان الله فعلا يعني. فبعد 120 يوم بتموت الخليه. لها عمر. الخليه دي فيها اربع جزيئات حديد. ما يروحوش عليا. يروحوا نخاع العظم يعملوا له خليه بدلها. اذا احتياجاتي من الحديد قليل منه فيه على رأي بس يعني. الاحتياج القليل مش ضروري يبقى مش مهم، ده مهم جدا جدا. هو قليل بس مهم جدا. بس مهم جدا. بس الاول نعرف ان الخليه الحمراء انا باخد حديدها واعمل بيه خليه جديده. اذا احتياجاتي اليوميه من الحديد قليل منه فيه. سعيد صالح كان مره في مسرحيه قال لك استك منه فيه، او ده منه فيه برضه ان الحديد باخده. انا بقى واحد عنده بواسير بينزف 5 سنتي دم في اليوم، ده مش رقم. ده زي حقنه خدت منها عينه. تمام؟ يقول لي ده نزيف يخش المستشفى، اقول لك لا. بس في المجمل يعمل رقم. لا ده ال 5 سنتي دم دول فيهم شويه قيمته حديد. في الحديد اللي فيهم. انت فقدت حديد ما فقدتش دم. يوم ورا يوم ورا يوم بقى عندك نقص حديد، بقى مش قادر تعمل خلايا حمراء. اذا اشهر سبب عشان الدم بيجي بداله، عشان بقى بيجيب يعني بداله. الحديد اللي بيروح ما بيرجعش، مفيش بدال، والامتصاص وحش. الدم جسمه بيفرزه على طول. الامتصاص وحش، امتصاص الحديد وحش جدا. عشان ما تاخدش من جسمك يعني. لا لما اكل كده. لما اكل حديد، انا هقول السبانخ دلوقتي. لما اخد حديد ما بستفدش منه خالص. تقريبا خالص يعني. وهقول لحضرتك الارقام مذهله. فالخلايا النقص النزف المتكرر زي واحد عنده مثلا بينزف من مناخيره بسيط. دوره شهريه بدل 4 ايام 5 ايام شويه الدم اللي نزلوا زياده دول مليانين حديد، مليانين. هتلاقي الست بعد سنه سنتين ثلاثه الهيموجلوبين وقع ومحدش عارف ليه. واحد عنده بواسير ومطنش ما بحبش اروح لجراحين. بينزف كل شويه، خد تعود على كده بقى. تلاقي الهيموجلوبين وقع بعد سنه. الفلاح المصري، الفلاح المصري عندنا كذا دوده. في دوده بتاكل اكل زي الاسكارس. تخليني اخس. بتاكل اكلي، بتاخد اكلك، كلت حته لحمه هي خدتها، كلت شويه رز غدا. لكن في دوده بتاكل دم زي الانكليستوما. الانكليستوما بتمسك في الامعاء وتنهش دم. الدوده بتاخد نص سنتي دم في اليوم. طب فلاح عنده 100 دوده يفقد 50 سنتي دم يوميا. هو مش دم، مش نزيف يخليه ضغطه يقع ولا اي حاجه زي حادثه عربيه، لكن مكونات الدم. مكونات الدم فعلاج. بعد شويه تلاقي هيموجلوبين وقع من الانكليستوما او دوره شهريه او بواسير. يا الانكليستوما دي لسه موجوده؟ بتختفي بالتالي يعني، ذهبت مع الريح. اذا كان فيروس سي بيختفي. يعني احنا كمان 5 6 سنين مش هيبقى عندنا امراض متوطنه. طيب.